وهناك دعاء السفر ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. دعاء السفر إذا أراد الإنسان يسافر يودع أهله إذا أراد أن يسافر ويدعو لهم ويقول يعني دعاء السفر: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون عن سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب السفر والخير في الأهل، اللهم إنا أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ويودع أهله يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يقولون: أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، نستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. هذا في قصدي السفر. نعم.